zrozumieć. Będzie nie mógł patrzeć. Rady wszystko nie mógł patrzeć. Jasne. Pozivamo porodica Arguma, priđite da iznesemo topče. Prije nego što pristupimo obavljanju namaza, molim da se pripremimo na način da popunimo i izravnamo naše safove, da isključimo svoje telefone da nas ne bi uzure, dok klanjamo i dok na kabulu učimo ono što treba da učimo, isključite molim vas telefone i molim da poštujemo dostignuti stepen mira i tišine za vrijeme obavljanja namaza i za vrijeme ukopa. Nije da ne nazvi namaz odrasloj muškoj osobi. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ım. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Tam çözümünü takip. Oy oy. Tam oldu. Tamam. 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 بإذن الله الفاتحة. Jačine kuzme naprijed i polako. Samo jedan, samo jedan, vlad, jedan nazad. Dobro, ništa, ništa. Polako, polako. Samo polako. Puste polako. Puste polako. Puste polako. Puste polako. Vidiš, predan li lal fat. Ajde.
Od ozgo vi učite, ne morate. Ja Lijevom rukom preko ovdje. I polako. Ja ću mu pomoći, ja nema. Eto, nije problem, samo vi. Ovo mi ja sve posao dati, izvijenite ću. Idem ću jako. Piću vajte na ovu jako. Ja ću, vi noge prvi, momak. Samo noge polako, spuštaju vuticu dole. Ne tako. Neka. Momak, vas dvojica se dole pomakite. Ovo ću ja, samo stavi da možete izaći. Vas dvojica. Ti stani nogom, dodajte mu ruku. I vi. I ti, momak. Evo ima linija. Ima, samo to linija nema. Samo idi jedan do drugog. E, diri, sad ovaj iza leđa, diri. Eto, sad jedan za drugim ide, opet. Eto, ovaj malo samo tu rupicu da pokrije. Eto. Dajte sad zemlje ovdje iza bašuka stavljajte. E tako, samo ovdje iza. Evo da, još ovu par. Evo da je. Daj ovdje još vam. Dvije su klelike i da mu ne ostane.
Evo da, možeš. Aman, to je to. Evo ovdje, baš ovdje. I ostavite vi lopate. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي نزل في شأنه إنك ميت وإنا ميتون ورحمة الله وبركاته على أصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق ولا طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الكرمين وأرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا هذا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء من المرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وخاصة إلى روح صاحب هذا القبر والمقام اسمه تشاوتش نصرة اللهم من تعلم به وبعملك فاغفر له ذنبه وادخله في جناتك الخلد اللهم املأ قبره نورا اللهم املأ قبره نورا اللهم املأ قبره نورا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر نيران اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون uzvišen je Allah Dželešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže svaka duša će smrt okusiti a zatim ćete se nama vratiti i ova dženaza evo koju smo klanjali našem bratu Nusretu potvrđuje ovaj kuranski ajet da svaki insan će ići sa ovoga svijeta ono koliko ćemo živjeti koliko nam je Allah Dželešanuhu odredio kad dođe naš eđel smrti mi putujemo živjeći na dunjaluku skloni smo da griješimo pa se stalno napominjemo, upozoravamo da trebamo činiti teubu, da trebamo činiti stikvar molta Allah Dželešanuhu da nam oprosti naše grijehe koliko god da insan misli i očekuje smrtni čas i rastanak sa ovim svijetom smrt nas na neki način iznenadi pa je moguće da nekome nešto eventualno dužni ostanemo pa je dženaza ujedno i prilika evo kada se klanja dženaza prouče odlomci iz Kur'ana u dovi se zamoli Allah Dželešanu da se smiluje našem merhumu ostaje još da se upita pa vas ja pitam ako je rahmetli Nusret prema vama imao kakvi hakova hoćete li mu halal? Hoćete li mu halal? Hoćete li mu halal? I ja mu halalim da mu se Allah Dželešanu smiluje da ga uvede u lijepi džennet vas da nagradi da što ste došli da danas klanjamo dženazu našem bratu borcu Nusretu da mu Allah Dželešanu dadne lijepi džennet porodica poziva sve one koji mogu da navrate kod njih u kuću da još malo sjedu porazgovore i podijeli njihovu žalost. Ono koliko još ostalo jeste da proučimo Fatihu pred dušu Nusretovu i sada njegovih kabur komšija Redan ila al-Fat. Amin.